غادي نديرو ديالنا اللي هي مياش والشابيت خسات اللي هو اوغدري اوبيراسيون في ايتانسيلمان دوزيام اني كوليج. ومرحبا بكم على قناة تعليم ياس سكويلا. طب اذا نمشيو نبداو ليكزيرسيس على بركة الله. دونك اكس اي ان نومبر راسيونيل ساشون كو اكس موان 3 محصور ما بين 5 و 9 دوني اون كادرومون ديال اكس ساشون كو اكس عاوتاني دوني اون كادرومون دو اكس ساشون كو اكس دوني اون كادرومون دو اكس. هنايا حنا شرحنا الطريقه في التمرين اللي فات، نفس الشيء غادي نعاودو في هذا التمرين هذا باش ما تنثبتو المعالم ديالنا وما نخطئوش الا كان شي تمرين بحال هكا. اذا نبداو باولا ساشون كو اكس ناقص 3 محصوره ما بين 5 و 9. قلنا غادي ناخذو اكس ناقص 3 محصوره ما بين 9 وما بين العدد ديالي 5، وانا بغيت الاكس. اذا اش خاصني ندير؟ خاصني نيليميني هاد ناقص 3، والا بغيت نحيدها يعني خاصني نضيف لوبوزي ديالها. اذا غادي نديرو اكس ناقص 3 وغادي نضيفو ليها لوبوزي اللي هو زائد 3 وغنضيفوه على لي دو كوتي الاخرين. اذا حتى هنايا غنديرو 5 زائد 3 وغنديرو 9 زائد 3. هنا باش نيليمينيو موان 3 اذا هادو اوبوزي غادي نشطبو عليهم وغتبقى لنا لا فالور دو اكس ديالنا اللي هي 12 محصوره ما بين 12 وما بين العدد 8. مزيان. اذا نفس الشيء خاصنا ندير لوكادرومو ديالي نحدد لا فالور دو اكس. غادي نمشي لوكادرومو الثاني، عندي بان دو اكس عندنا دو اكس محصوره ما بين 4 وما بين العدد ديالي اللي هو 3. اذا انا باش نيليميني هاد لو دو ونحط خلي لا فالور دو اكس خاصني نديفيزي على 2 اولا غنضرب في 1 على 2، اختار اللي بغيت. مثلا غنضرب في لو 1 على 2، ا على 2 غادي نضربها 2 اكس. حتى لي كوتي الاخرين حتى هما غنضربوهم 3 غادي نضربوها في لو 1 على 2، و لو 4 هي غنضربوها في لو 1 على 2. وديما لا سامبليفيكاسيون باش نسامبليفي وخاص تكون عندي الضرب. إذن هنا عندي الضرب غادي نسامبليفي بار 2 وغيبقى لي ا ميتيبلي في اكس كيعطيني هو اكس، وهنا كذلك غادي نسامبليفي بار 2 وغتبقى لي هنا غير 2 صافي. إذن غادي نديرو كادرومون فينال ديالنا اللي هو اكس غادي يكون اونكادغي اونتخ هنا 2 وهنايا 3 سور 2 اللي هي 1.5. مزيان. تبقى لنا اخر اكسبريسيون اللي هو 5 اكس موان 4 محصورة ما بين 10 وما بين ياش العدد 0. اذا هنا غادي نمشيو ايطاب بار ايطاب. دائما الاعداد اللي كيكونوا مع لي زيكس هما اللي كنقلعهم. اذا غنيليمينيو لو 4 باش بلوبوزي ديالها. اذا نديرو 5 اكس موان 4 وغنزيدو لوبوزي ديالها اللي هو بلوس 4 باش نيليمينيو 4. اذا غنضيفو على لي كوتي كاملين. حتى 10 غنزيدو عليها 4 هنا حيت 4 زدناها، و حتى صفر غادي نزيدو عليه 4 باش حنا ديفاغاسيو هاد لوكات. يعني غادي نشطبو على هاد لوكات وغادي نحطو 5 اكس ديالنا هي اللي غتبقى لينا غتكون محصوره اونتر 4 اي 14. فوالا. نفس الشيء هنا قبيله ضربنا في لو 1 دابا غادي نقسمو على لو 5. قبيله درنا الطريقه دابا غادي نقسمو على لو 5 كاع المتساويات. يعني غنديرو 5 اكس ديفيزي بار 5 14 بار 5 و 4 بار 5. فوالا. دابا غادي نيليمينيو هاد لو 5 هادي حيت عندنا الميتيبليكاسيون. اذا تيليمينات بقات لينا غير اكس وغادي نكتبو اكس غتكون محصوره ما بين 14 على 5 وما بين 4 على 5. اذا ننتقل للتمرين الموالي. إذا لا كيسيون ديال 34 ريزولت ليزيكواسيون كويف. إذا عندنا المتعادل المتراجعات خاصنا نحلوهم وحنا شرحنا بأنهم بحال اللي كنحلو المعادلة صافي. إذا تبعوا معنا كيفاش كيتحلوا هاد المتراجعات. إذا غنبدا بأول متراجعة اللي هي إكس موان 2 انفيريور ستريكتومون أ زيرو. إذا أنا بحال اللي غنحل المتراجعة اللي هي إكس موان 2 إيكال أ زيرو بحال اللي كنحل هادي. إذا إكس هنا إيكال أشنو 2، هنايا غتكون إكس مالها انفيريور ستريكتومون ا 2. مزيان. بحال اللي كنحل المتراجعات بحال اللي كنحل المعادلات. اذا هنا شنو كنقول؟
كنقول الحل ديالي توت، هذه توت غادي نكتبها لكم. اذا نقول تو لي نومبر سوبيريور ستريكتومون ا 2 سون، لا ماشي سوبيريور مي انفيريور، انفيريور عفوا انفيريور، يعني كاع الاعداد اللي صغارين على جوج راه هما الحل ديال هاد سون لي سوليسيون دو سيت انيكواسيون. صافي هذا هو، هذا هو اللي كنجاوبو به. اذا نمشي للثاني ونفس الجمله غتبقى تعاود. دونك الثانية عندي هي دوز اكس مالها سوبيريور ستريكتومون ا 5. اذا فاش كنبغيو نحيدو العدد اللي كيكون مضروب في اكس كنقسمو عليه، كنديرو دوز اكس ديفيزي باغ دو ستريكتومون على 5 ديفيزي باغ دو. اذا هنا غنسامبليفيو باغ دو وغادي يبقى لينا لو 5. اذا اكس غتكون مالها سوبيريور على 5 سور 2 ستريكتومون، يعني ما كتساويش 5 على 2، يعني كاع الاعداد اللي كبارين على 5 على 2 مالهم راهم حل المعادله. يعني بطريقه اخرى كنديروا سوا اس، كنكتبوا اس مجموعه الحلول ونديروا الانترفال ديالنا اللي هو بلس لانفيني كاع الاعداد كنديروا يعني 5 على 2، 5 على 2 علاش خرجت القوس على برا؟ لانها ما داخلاش حيت عندي هنا ما كاينش او ايكال 5 على 2 حتى البلس لانفيني هما الحل. اولا غادي نكتب هاد الجمله هادي، ولا تو لي نومبر سوبيريور ستريكتومون ا 5 سور 2 سون لي نومبر لي سوليسيون دو سيت انيكواسيون، جميع الاعداد اللي كبار على 5 على 2 هما حل المعادله. مزيان حتى نمشي للمعادله اللي موراها. دابا عندنا 3 سور 2 اكس انفيريور او ايغال ا 4. مزيان اذا هنايا قلنا باش نيليمينيو هذا العدد خاصنا نديفيزيو عليه. اذا 3 سور 2 اكس 2 ديفيزي على 3 سور 2 خاص يكون انفيريور او ايغال ا 4 ديفيزي على 3 سور 2. مزيان هنا غادي نيليمينيو به، اذا غادي تيليميني هذا غيبقى لنا غير اكس، وهنا غنضربو فاش في لانفيرس يعني في المقلوب. اذا هنا غيبقى لنا قلنا اكس انفيريور او ايغال، هنا غيولي 4 ميتيبلي في 2 سور 3. كان غتكافئ بان لو اكس انفيريور علاش 8 سور 3 او ايغال. اذا هنا قد اكس يساوي لنا 3 على 8 وغيكون هو حل، ويقد الاكس اذا بغينا كاع الاعداد اللي صغارين على 3 على 8، يعني اس لا سوليسيون اما نكتبوا اس ونكتبوا الانترفال ديالنا، يعني الاعداد اللي كاملين من الموال لانفيني حتى العدد ديالنا اللي هو 8 على 3، و 8 على 3 حتى هو حل. اذا حتى هو داخل راه هادو هما لا سوليسيون. اولا نكتبوا الجمله ديالنا تو لي نومبر انفيريور ستري او ايغال او ايغال ا 8 سور 3 سون لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون، يعني جميع الاعداد اللي صغارين على 8 على 12 او كيساوي 8 على 3 راهم حل هذه المتراجعه. يعني نمشي للمورا. اذا عندنا 7 سور 7 اكس موان ز مالها سوبيريور ستريكتومون ا 0. اذا هنا 7 اكس سوبيريور ستريكتومون ا 1. اذا غنديفيزيو على 7. اذا 7 اكس ديفيزي بار 7 سوبيريور ستريكتومون على 1 ديفيزي بار 7. غنيليمينيو لو 7 فوالا، غادي يبقى لينا لو نومبر ديال اللي هو اكس مالو سوبيريور ستريكتومون على 1 سور 7. اذا غنديرو اس مجموعه ديال الحلول. اذا شنو هي ايغال شنو؟ كتلقى المجال اللي هو من 1 سور 7 وما داخلش، ما داخلش الان ماشي حل حتى البلس لانفيني، يعني اي عدد كبير على 1 سور 7 راه هو حل هذه المتراجعه. اولا غادي نكتبو تو لي نومبر سوبيريور ستريكتومون ا 1 سور 7 سون لي سوليسيون دو ليكواسيون. نمشي للعملية المراه. إذا عندي 4 أ موان 3 سوبيريور أو إيكال 2 أ موان 1 فوالا. إذا هنا أش خاصني ندير؟ غادي نحول لي زا بحال اللي كنحل المعادلات. إذا نحول اللي عندهم مجهول ليسر واللي عندهم الأعداد لديم. إذا تكون هنا 4 أ عندي هنايا بلوس 2 غتولي موان 2 أ سوبيريور علاش؟ من موان زان بلوس 3.
صافي، ولا غادي نديرو الفرق ديالهم غيكون سوبيريور او ايغال ا 3 بحال بحال. اذا هنايا غادي نحسبو عندنا 2 سوبيريور على 2، اذا هنايا غادي نيليمينو 2 ا هي سوبيريور على 2 سور 2 اللي هي ا، اللي هي ا بلا ما نكتبو هادي. دونك غندير هنا مجموعه ديال الحلول اس لا سوليسيون، نكتبو المجال هما الاعداد اللي كبارين على العدد واحد، يعني العدد واحد ماشي حل ما دخلش، والاعداد اللي كبارين عليهم يعني بلوس لانفيني، يعني 2 3 4 5 10 يعني كاع الاعداد الموجبه حتى البلوس لانفيني. مزيان، اولا كنكتبوا لافخاز ديالنا المعتاده تو لي نومبر سوبيريور ستريكتومون ا 1 سون لي سوليسيون دو سيت انيكواسيون. مزيان، دم قالت لي اخر عمليه اللي هي 3 ا بلس 4 سوبيريور او ايغال ا بلس 9. اذا نفس الطريقه 3 ا موان ا سوبيريور او ايغال 9 موان 4، هذه جبتها لهاد الجي. اذا هنايا 2 ا سوبيريور او ايغال ا 5، اذا ا سوبيريور او ايغال ا 5 سور 2. اذا اس لا سوليسيون مجموعة الحلول هي الأعداد اللي كبارين على أو تساوي 5 على 2، إذا 5 على 2 هذه داخلة، والأعداد كاملين اللي كبارين عليها يعني وأنت زيد القدام حتى البلوس لانفين. إذا هذا هو المجال الحل ديالنا الأول، أو غادي نقولو الحل الثاني لافخاس توت لي نومبر سوبيريور أو إيكال أ 5 سور 2 سون لي سوليسيون دو سيت ليكواسيون. شتي تمرين موالي. إذا إكزارسيس 35 سي أن سيركل دو غايون 2.5، إذا لو غايون هو الشعاع إيكال 2.5، إذا الدائرة الشعاع ديالها 2.5، ساشون كو بي محصورة ما بين 3.14 و 3.15، قال لي أنا دوني أن أونكادغومون دو بيغيميتر دو لا سيركل. فوالا، إذا أنا خاصني نعرف شنو معنية لو بيغيميتر العلاقة ديالو، وأبري غندير ليه غندير له الحصر ديالو. تخي بيان. إذن بروميرمون خصني نعرف بأن لو محيط هذاك البيغيميتر ديال لو سيركل ديال سي كيساوي ليا دي ملتيبليي فوا بي، صافي هذا هي علاقة ديال لو بيغيميتر الدائرة. إذن شنا هي دي؟ إذن كيساوي دي هي جوج في إغ، جوج مرات إغ في بي. فوالا، دابا حنا خصنا نحصرو نديرو الحصر لهاد دو إغ فوا بي، حيت عندنا الإغ كتساوي لنا 2.5 وعندنا بي محصورة ما بين 3، إذا غادي ناخذ بأن انطلاقا من لو بي محصورة ما بين 3.14 وما بين 3.15. إذا باش نحصل لو بيغيميتر ديالي بي غادي نضربها فاش في 2، إذا 2 بي غتكون محصورة ما بين 3.14 ملتيبلي فوا 2 و 3.15 ملتيبلي فوا فواد. إذا لسان ما فيه عظم حيدو هاد الربعة باش نديرو رقم 5. فوالا، إذا هنايا دو بي محصورة ما بين فوا دو اللي هي 6.28 وما بين 6.30. فوالا، دابا شنو خصنا حنا؟ خصنا إغ، إذا غادي نديرو إغ، غادي نضربوها في لو اغ هي لي 2.5، اذا غادي نديرو هنايا 2 مضروبة 2 بلاتي 2 بي مضروبة في اغ، اذا 2 بي مضروبة في اغ اللي هي 2.5، غادي نضربوها في لي دو كوتي اللي هي 6.30، غادي نضربوها في 2.5 اللي هي كتساوي اغ، وهنايا غتكون صغيرة على 6.28 مضروبة في 2.5. منين جبت 2.5؟ ها هي، هذا هو الشعاع، من هنا جبتها، صافي، حيت هذه هي إغ كتساوي 2.5، صافي، فوالا مزيان. إذا عندنا هاد جوج هي دو بي، قلنا هو لو بيغيميتر ديال الدائرة سي، غادي يكون محصور ما بين 15.70 أولا فاصلة 7، وما بين 15.5
ياش 75. تري بيان. إذا مشيت تمرين موالي. إذا إكزرسيس 36 غيزوغد ليزين إيكواسيون سويفون. حنا عرفنا كيفاش كنحلو المعادلات. دابا ليزين إيكواسيون درنا التمرين قبل منو، عرفنا كيفاش كنحلو. هنا ردوا البال مزيان. إذا نحاولوا أننا نخرجوا العلة الأولى نشرحوها، والثانية نعاودوا نخرجوهم شوية أكتيف. إذا غناخد المتراجعة الأولى ديالي اللي هي 7 أونتخ بارونتيز إكس ناقص 1 ناقص 3 سوبيريور أو إيكال 5 أونتخ بارونتيز إكس ناقص 2. إذا في المعادلة ملي كيكون عندي الأقواس أش كندير؟ فوالا ديفلوب. إذا 7 في إكس هي 7 إكس، 7 في ناقص 1 هي ناقص 7 ناقص 3 أكبر من أو تساوي هنا 5 إكس وهنا ناقص 10. فوالا غادي ندير إكس اللي فيهم إكس نديهم اليمين، واللي فيهم الأعداد نجيبهم اليسار. إذا هنايا 7 إكس غنخليها بلاصتها، غادي نجيب لها 5 إكس غتولي ناقص 5 إكس، وديما كنحافظ على السين ديال لينيكاليتي ديالي. ها ناقص 10، هنا ناقص 7 غتولي زائد 7، وهنايا ناقص 3 غتولي زائد 3. إذا هنايا غتعطيني 2 إكس سوبيريور أو إيكال ناقص 10 زائد 7 هي ناقص 3 ناقص 3 إذا 0. إذا هنايا شنو هو العدد؟ إذا إكس غادي يكون سوبيريور على إيش؟ أو إيكال 0. إذا هنا لا سوليسيون ديالي إس سوبيريور أو إيكال 0، يعني 0 ها هو داخل، والأعداد اللي كبارين على 0 اللي هو 1 من 1 2 حتى 100000 كذا، إذا حتى زائد ما لا نهاية، كاع الأعداد الموجبة كلهم حل. أولا كنكتب الجملة ديالي اللي هي تو لي نومبر سوبيريور او ايكال ا زيرو سون لي سوليسيون دو ليكواسيون. صافي لينيكواسيون كلهم حلول ديال لينيكواسيون، كاع الأعداد اللي كبارين من صفر. إذا نمشي للعملية المولية اللي هي 10 أونتخ بارونتيز 3 إكس ناقص 4 زائد 2 أونتخ بارونتيز إكس ناقص 3 مالهم انفيريور او ايكال ا زيرو. اذا هنا غنديرو الديفلوبمون ديالنا، هي 30 اكس ناقص 40 زائد 2 اكس ناقص 6 انفيريور او ايكال ا زيرو. اذا نحول الاعداد للضفه اليمنى، اذا 30 اكس زائد 2 اكس غتكون انفيريور او ايكال 40، حيت هنا ناقص غتولي زائد وهنا ناقص غتولي زائد هي 6. مزيان فوالا. هنا غادي نجمعو هي 32 اكس غتكون انفيريور او ايكال 46. اشنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نديفيزيو على 32. اذا 32 اكس ديفيزي على 32 46، حتى هي غنديرو ليها ديفيزي على 32. غادي نسامبليفيو ب 32 وغتبقى لنا لا فالور دو اكس اللي هي انفيريور على او ايكال 46 على نختزلوها بجوج نسامبليفيوها بجوج. يلا نسامبليفيو هادي بار دو غتعطينا هي 23 على 16. صافي سامبليفيكوات وتبقى لنا لا فالور هي 23 على 16. اذا هنا لا سوليسيون ديالنا هي الانترفال على 16، هي الانترفال اس هو المجال ديالنا اللي داخله كاع الاعداد اللي صغر على 23 على 16، يعني من الموال لانفيني، يعني كاع الاعداد السالبه كاملين حتى العدد ديالي اللي هو 23 على 16، وهاد 23 على 16 داخله حيت عندي اكبر من او تساوي، داخله هما الحل ديال هاد المعادله. ولا نكتب الجمله ديالي اللي هي تو لي نومبر انفيريور او ايكال 23 سور 16 سون دي سوليسيون دو سيت انيكواسيون. اذا بقات اخر وحده، بقاو هذوك الجوج الاخرين. دابا راه فهمتوا كيفاش المعامله، غادي نحاول انا ناكتيفي شويه لان تعطلنا. اذا عندي هنايا غنحاول ناكتيفي هي 4 اونتر بارونتيز ا بلس 1 موان 10 انفيريور ستريكتومون على 2 اونتر بارونتيز 2 ا موان 4 نسدو القوس بلس 5 نديرو الديفلوبمون ديالنا هي 4 ا بلس 4
موان 10 انفيريور ستريكتومون من 4 ا موان 8 بلس 5. نحسبوا الارقام عاد نحولهم. اذا 4 ا موان 6 انفيريور ستريكتومون من 4 ا موان 3. نحولوا هاد موان ادين تن تن تيرن تن. قلنا ا ناقص 4 ا غتكون انفيريور او ايغال ا ناقص 3 زائد 6. اذا هنا غتعطينا 0 انفيريور على زائد 3.